سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ صحيحتكم لاباس؟ تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. ومعكم كيف العاده اختكم وحبيبتكم ربيعه الحسنويه في فيديو جديد. عواشركم مبروكه البنات، ويدخل عليكم هذا العيد بالصحه والهنا وراحه البال وبصحيحه جديده واش ما تمنيتوا في خاطركم ان شاء الله. واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هذا الثقاف الخطير الخاص بعيد الاضحى ولا العيد الكبير. هاد الثقاف هذا باش تربطي الراجل باش عمره يفارقك ويبقى معاك للابد، خصوصا البنات اللي تيتهددوا بالطلاق وبالفرق. هذه خدمه ديال العيد الكبير تتخليه ديما مرتبط بيك وديما لاصق فيك وديما معاك وتابعك فين ما مشيتي، ما يقدرش يفارقك واخا تكونوا واصلين حتى للمحكمه. ثقاف مجرب البنات، استغلوا هذه المناسبه هذه ديال العيد الكبير وديروه للراجل اللي يستاهلو باش تنخدموها البنات. هاد الثقاف هذا تنديروه بالفاخر ديال العيد الكبير، الفاخر والقنبه ديال الحولي اللي كتكونوا رابطين بها الحولي. بزاف ديال البنات طلبوا مني الوصفه بالقنب ديال الحولي، منهم هذه انا نزلها لكم دابا، بالفاخر والقنبه. غريبه البنات تجيكم هذه الوصفه، ولكن راها غزاله، ثقاف خطير. ديروه جربوا بنفوسكم وعاد حكموا. الوصفه ساهله البنات، تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير وتعاونوا معنا البنات باللايكات والبارطاج وبالتعليقات الغزاله ديالكم كيف العاده. والبنات اللي بغاو الرقم ديالي ديال الواتساب هو اللي غيطلع قدامكم في الفيديو. بلا ما نطول عليكم حبيباتي، شنو اول حاجه تديروا؟ مجرد البنات ما تعيدوا، يعني نتوما اللي عارفين الوقيته، المهم انها تفوت الذبيحه. طبقوا هذه الوصفه، ديروها نهار العيد ولا ثاني عيد ولا ثالث عيد، المهم من بعد الذبيحه تقدروا ديروا هذه الوصفه. تذبح الحوليه البنات، شنو كديروا البنات؟ ملي كتلقاو الفرصه كتاخذوا جوج ديال الفاخرات، كتاخذوا جوج حبات ديال الفاخر ديال العيد اللي شريتوه باش تشويو به في العيد، ضروري يكون فاخر تاع العيد. كتحطوه البنات الفاخر في الباب ديال الدار لاي وقت واي لحظه لقيتو الوقت مناسب، فتحطوهم وتطرقوهم بشي حاجه. المهم نتوما اللي عارفين الطريقه باش تحطوهم، فاخرات غير صغار شويه يعني ما يكونوش كبارين. كتحطوا وحده من اليمين وحده من اليسار، يعني في الجناب ديال الباب، في الباب ولا في الكولوار، المهم انه يخرج عليهم الراجل، وحده من هنا وحده من هنا وهو يخرج. تنأكد عليها البنات مره اخرى، يخرج ماشي يدخل عليهم، يخرج عليهم، اكيده هذه. ملي كتحطوا فاخره من هنا وفاخره من هنا وتيخرج عليهم الراجل، كتاخذوا هاد الفاخرات هادو وكتجمعوهم بهاد الطريقه، تتلاصقوهم وتجيبوا القنب اللي كان مربوط بها الحولي. الا كانت القنب صغيره كديروها كامله، كانت كبيره كديروا واحد الجزء منها والاخر تترميوه، كتاخذوا واحد الطريف منها. البنات اللي باغيين تفوسيخه ديال القنب حتى هي دابا نزلها لكم، تفوسيخه بالقنب ديال العيد الكبير، كتاخذوا منها واحد الطرف بحال هكا، وكتاخذوا الفاخرات وتتبداو تلويو الفاخرات بالقنب، تجمعوهم بالقنب، تتبداو تلويو البنات. وانتوما كتقولوا فلان ولد فلانه، تقفاتك فلانه بنت فلانه، تقاف الفاخره، زواجنا يبقى حتى الاخره. مفهومه البنات؟ كتقولوا هاد القرايه سبعة المرات وانتوما كتلويو الشميط ولا القنب على الفاخر، كتجمعوا بيه الفاخرات بجوج. فلان ولد فلانه، تقفاتك فلانه بنت فلانه، تقاف الفاخره، زواجنا يبقى حتى الاخره. كتقولوها وتعاودوها سبعة ديال المرات وانتوما تتلويو في هاد الخيط البنات. فلان ولد فلانه، تقفاتك فلانه بنت فلانه، تقاف الفاخره، زواجنا يبقى حتى الاخره. فلان ولد فلانه، تقفاتك فلانه بنت فلانه، تقاف الفاخره، زواجنا يبقى حتى الاخره. نتوما كتلويو بشويه ونتوما كتقولوا القرايه سبعه ديال المرات. مفهوم عليا البنات؟ هذه بمجرد ما يخرج، مجرد ما يخرج تاخذوا الفاخرات وتجمعوهم بالشميط ونتوما تقولوا هاد القرايه، الشميط ديال الحوليه البنات والفاخر ديال العيد البنات.
ضرورية هذه، والراجل يكون خارج ماشي يكون داخل. ملي تتكملوا البنات القراية 7 ديال المرات تتكونوا موجدين سكوتش، وهذا سكوتش بالنسبة للبنات اللي في الدول العربية، وهذا الشريط هذا تتاخدو لصاق وتتلفوا هاد الفاخرات بالقنب ديالهم. البنات العقيد ما تعقدوش، البنات قراو القراية بلا عقيد، يلا تلفوها ديروا عليها سكوتش بهالطريقة على القنبة ولفوا الفاخرات كاملين. كيف قلت لكم البنات يكونوا غير صغار، يكونوا غير فاخرات صغار ماشي مشكل، ولا متوسطين ما ديروش يكونوا كبار الفاخرات. بهالطريقة هذه تتلفوا الفاخرات كاملين ما يبقاوش يبانوا. قوم عليا البنات ديروا هذا، واخا يكون سكوتش صغير المهم انهم ما يبقاوش يبانوا. تلويهم مزيان البنات بحال هكا بالسكوتش وتتخليوهم عندكم. كيف قلت لكم البنات راه واخا يكون عندكم طلاق في المحكمه راه ما كيتمش طلاق، راه كيتقف على الطلاق. مفهوم عليا البنات؟ هذا تقاف خطير ديال العيد الكبير. حاولوا ديروه البنات اللي عندهم مشاكل، البنات اللي كيهددهم الزوج ديالهم بالفراق وبالطلاق وباش يتفارق معاك، ديري لي هذه الوصفه هذه وتفكريني. ديروها البنات بالنية واليقين، بحال تنقول لكم دائما قراو القرايه ديال الثقاف تلقاوها في صندوق الوصف. حاولوا تقولوها بطريقه صحيحه ديالها سهله، فلان ولد فلانه ثقفاتك، فلانه بنت فلانه اللي هي انتيا السميه ديالك، فلان ولد فلانه السميه ديالو سميه امه، فلان ولد فلانه ثقفاتك، فلانه بنت فلانه تقاف الفاخره زواجنا يبقى حتى الاخره. ديروها البنات الزوج اللي يستحق، الراجل اللي يستحق، اللي ما يستحقش ما ديروش ليه هاد الوصفه هذه. وهاد الفاخر هذا البنات كديروه تلفوه في شي حاجه طيب ابيض وتتخبيوه عندكم، شي فولار ابيض ولا اي حاجه بيضاء كتلفو فيها وتتخبيوه عندكم في البلاكار ديالكم ولا في اي بلاصه اللي ما يوصلوهاش اليدين، خبيوه يعني غبروه في مره. البنات اللي ما عندهمش فين يخبيوه حاولوا ديروه في شي فاز وتغطيو عليه بالقبس ولا بالسيمه، بحال تنقول لكم دائما الا بغيتوا تخبيو شي حاجه اللي ما يوصلوهاش اليدين. وهذا الشيء اللي كاين البنات في هذا الفيديو، وتنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، تنتمنى انكم تطبقوها وعواشركم مبروكه مره اخرى، ودخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما تمنيتوا في قلبكم ان شاء الله. بسلام عليكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.